صاي باي باي يا كركر. باي باي يا كركر. شنو الحاجات اللي تسامح عليهم مع شريك حياتك وشنو الحاجات اللي ما تسامحش عليهم؟ مع شكون؟ ما سامحش كان على الخيانة، باغي تكون سامحة عليه. خانوك؟ بيان سور، ديما يتشدوا بكبشتهم. كيفاش شدوا؟ يتشدوا ما وليتي يعمل حاجة تطيح فيه بيان سور. آخر واحد خانك كيفاش شديت؟ كيفاش شديته؟ خيانات جينيرالمون توا على السوشيال ميديا كلها تلقاها على سير فيسبوك، ولا عمرك ما بتشدوا هكا متلبس يعني سير مو على الفيسبوك ولا على الميسنجر ولا على واتساب حاجه هكيكا يعني. وليش عطيك المود باس ويغرم في زمان؟ لا لا يبدلوا المود باس ويتشدوا كمان يعني. هو ديجا كي بدل ماني طرف ما حاجه فما حاجه هكا اللغه نتاع هو ما نحبش ما نحبكش تقرا لي ديسكسيون نتاعي انا واصحابي خايبين ما انا حافظينهم البنات الكل. انت كانوا يقولوا لك بيان سير كلنا نعرفوا اللي هي كذبه وديما نقنعوا روايحنا نظركم ما تطلع كذبه مره اخرى. بيه كي تشد قلب تشد صاي لازم يعرف شو عندك في خوف تشد مشي على روحه. كونفرساسيون تتذكر هيش اللي شديتو بيه؟ هذه ليكس فيون سان تي راه كونفرساسيون تاع كلام خايب واحدة كانت مطلقة يحب يصحبها ولا شنية حاجة تكيك حاجة تفهي دي ديسكسيون فارغينة ما كومين سما خيانة إن شاء الله حتى خزرة في الشارع كلها خيانة. ما سمحتش أبدا. كيف اعترفش قال أكيد فما مبرر قالوا متاع تي نفس الحكاية اللي يحكوا فيه هذوك الكل القلق وك الفراغ وك الحكايات هذوك من الكل شوش تعملوا رفيقي هكا هم مشي على روحه يمشي عليه روحه هكا ربي معاه. قصي صاي باي باي يا كركر. باي باي يا كركر. اش معناتها هي؟ تي شنية تي جملة تقالوا بر باهي ولا خايب؟ خايب. باي باي يا كركر يعني باي باي حفظوها البنات. باي باي يعني باي باي وبر. حاول يرجع بيان سور. Never ever. مشي صاي. كها. بيان سور. أهم حاجة أخي إحنا إنسان. كان مش طرف النسيان رانا موتنا ورانا ما نجمناش نقدموا وما نجمناش نعيشوا وما نجمناش نعملوا ديروا لاسيون جدد ونخدموا خدمة جديدة ونتعرفوا على بيت جدد بالطبيعة واحد لازم ينسى. أنا في ساعة ننسى لو نجم نحب لك واحد من بعد زوز دو موا ترو موا نجم ننساه فاسيلمون. أوبسيون بي. قلبك كبير. الحمد لله يا ربي. هذه حبيت مره حتى مره حتى مره براتيك مو حتى مره ما دام تعلقت من مره قداش نية تعلقت اش معناها تعلقت؟ قلت لي انا نحب السهل وننسى بسهل يعني اكيد تتعلق بشخص ومن بعد بون اللي تخطبت له ما حبيتوش؟ لا مين علاش تخطبت؟ كيك اكسبيريونس وبر طلعت حتى انت تضيع في الوقت وتملى في الفراغ كوميم ما خنتش كوميم ما خنتش خنت قلبك انت علي خون في قلبي ما هو هي شنية ارتبطت بانسان ما تحبوش دونك خنت مش لازم ترتبط بحاجة تحبها ليلى نجم ترتبط بحاجة ما تحبهاش وين المتعة وين الفرحة المتعة في الخيانة في الخيانة متى بتاع شنية متاع الحب تي ما دي بون مومو باش يتنساو حتى كان حب ما اكيد ثم دي بون مومو كلك سوا حبيتو ولا ما حبيتوش يتفرج فيك راك اي بلا نتفرج فيه تقول له تتجرأ تقول له ما حبيتكش وانا كنت مرتبطه بيه نتجرأ نقول له ما حبيتكش وانا كنت مرتبطه بيه